هذا يا سيدي بن سيد على حلومة، مع حرارة وفالحة من يومها وما يقدرها كان اللي خلقها. عندها 3 وليدات وزوز بنيات، الكلام كلامها وسلام سلامها. كبروا الولادات وزوجت وتهنت على البنيات، وبدت في جرة الولادات وهي في قولت هيا هيا وانا عمري شن ما زال فيه، وخلوني راضية عليكم ومرتاحة وفي هنا. المهم بر يا زمان وتعالى يا زمان، قرر حكيم يخطب بنت عمه كمال. جاب لسان لخالتك حلومة، قال لها لقيت اللي نبيها وراضية بيا وتعرف طبعي من يومه، ونبيك تمشي تخطبيها لي. ناضت عاد حلومة انتنفضت ومقتلة ومن هي يا حسرة؟ قال لها كريمة بنت عمي كمال، شهقت وقلت لها هذا ما مازال عزاها وما زال لها، ناقصين غير ناخذ بنت كمال، والله تريها ولا تاخذها، وما في خير من نجات بنت خالتك، علم وفلاحة وأخلاق. المهم حتى الرجالة نوعين، في اللي كلمته في فمه وفي اللي كلمته عند أمه. دارت حلومة في راسها ومشت خطبة نجاة، وهي في قول التو تشوف إلا ما تعيش في سبات ونبات. دارت الأيام والليالي ونجاة مقطرة تومة في عين حلومة، ومخلتها زي الخدامة هالمشومة. وكل ما تشكي لحكيم يقولها أنا ما عندي ما بندير، أنت اللي جبتيها وقلتي هادي اللي بتريحك وربي العليم. بدت حلومة ما عاد قادرة تفتح فمها حتى بكلامة، وكل ما تقول آه تلقاها قدامها مقطرت لها التومة. برا يا زمان وتعالى يا زمان، وحلومة في نفس المكان حتى صغيرة ولدها تشوف فيهم قريب من العام للعام. في نهار من النهارات قالتها بروحها نستاهل درت بيدي، وصدقوا ناس زمان لما قالوا من كبر بختي جت كنتي بنت أختي.